عن نحن ندعو إلى الوعي لكي يكون لدينا وعي. عندما يصمت مديري مدارس أو المديرين من القائمين على إدارة المدارس في مصر وتمام يا فندم وتعظيم سلام يا فندم لمدير الإدارة، عندما يرفع مدير الإدارة تعظيم سلام وألف تعظيم سلام لوكيل الوزارة ووكلاء الوزارة قاعدين في مكاتبهم لا يريدوا أن يتحركوا ويشاهدوا المدارس، عندما يجامل وكلاء الوزارة وزير التعليم ويقولوا له كله تمام يا ريس المدارس زي الفل والعملية التعليمية ممتازة والناس مبسوطة وانت رمز مصر، عندما يفعل هؤلاء هكذا كل عام وكل مرة فنحن إلى الضياع وإلى الهلاك، ولا يدفع ضريبة هذا الأمر إلا أولياء الأمور والأبناء في المدارس الذي يحمل على كتفه وعلى كاهله كم من الكتب رايح جاي المدرسة ولا هو عارف هو رايح ليه ولا هو عارف هو راجع ليه ولا هو عارف هم مشوه بدري ليه النهاردة. هذه كلها أمور عندما تنظر إلى صف فتلاقيه 80 و100 وأحيانا أكثر من 100 ولاد سنهم 6 7 8 سنين في عمر الظهور لا يعرف كيف يلعب ولا يعرف معنى اللعب داخل المدرسة ولا يعرف يعني إيه فن ويعني إيه موسيقى ويعني إيه مثل هذه الأمور أمور مرفوضة. الأستاذة أمال من السويس أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا بيك. لو سمحت دلوقتي أنا بكلم حضرتك، طبعا أنا أخصائية اجتماعية. والله كنت لسه هجيب سيرتكم حالا. أهلا بيك تفضلي. الله يخليك. دلوقتي أنا في مدرسة ابتدائية، أنا بقى هتكلم عن التقويم الشامل في المدارس الإعدادية. تفضلي. لأن طبعا أنا ابني في الصف الأول الإعدادي، المفروض هتتنقل معاه التقويم الشامل ده المرحلة الثالثة إعدادي. أيوه. تمام؟ طيب دلوقتي أنا بالنسبة لملفات الإنجاز، إذا كان إحنا هنا هو أب وأم مثلا متعلمين بنقدر نعمل مع الطالب ونكتب له نشوف نخش له مثلا على الكمبيوتر أو على النت وبنقدر نجيب له الحاجة اللي عايزينها في ملف الإنجاز، إذا كان أبحاث أو حاجات أو كده. أنت قلت إيه تاني؟ إحنا اللي بنعمل له. قلتي احنا بندور له في النت ونحط له عشان هو في ملف الانجاز صح؟ بس هو المفروض هو اللي يجيب باشراف ولي الامر وليس ولي الامر. انا اشكرك على دي. تفضلي كملي. تفضلي. طيب دلوقتي بالنسبه للطالب بالنسبه للصف الثالث الاعدادي دلوقتي 50% من الدرجات موجوده عندي، المفروض المدرس هو اللي بيعملها، هو اللي بيدي عليها الدرجات، 50% من درجات الطالب في ايدي المدرس. صحيح. طب انا دلوقتي لما اجي هحاسب ابني هحاسبه على اي اساس؟ انا المفروض هحاسبه على اللي هو بيذاكره. أيوه. مش اللي في ايد المدرس، ايد المدرس ده مع احترامي لكل مدرس. ايوه. ممكن يلعب في الدرجات دي يجيبها ايا كان. يعني انا كل اللي هيقدر عليه يعني الطالب انه يجيب 50%، يعني ممكن ابني يبقى ممتاز جدا واخر حاجه يوصل لها 50% بدرجاته الكامله. صحيح. على بقى ملف الانجاز يجيب له اقل حاجه. ليه؟ لانه يا اما ما بياخدش درس ما بيدفعش عشان اقدر اديله، يا اما ما فيش اللي هو يقول لك انه لا اصل ما بيعملش معايا نشاط. طب انا ما بعملش معايا نشاط ليه؟ خد درس عندي وانا خليك تعمل نشاط. ده اخر حاجه ممكن تتكلم. ده كلامك كلام ده كلام مهم. انا عايز اسالك كذا سؤال كده وتقولي لي انا بعمل او ما بعملش. انت اخصائيه اجتماعيه. خلاص اتفقنا؟ تمام. دور الأخصائي الاجتماعي في ملف الإنجاز 1 الإشراف على جماعات النشاط بالمدرسة. بتعملي الكلام ده ولا لا؟ قولي لي نعم أو لا. طبعا. 2 عندنا طبعا. 2 الإشراف على التنظيمات التربوية الخاصة باتحادات الطلبة. أيوة موجود عندي الكلام ده بعمله. 3 متابعة واكتشاف ورعاية الموهوبين. برضه بنعمله الكلام ده يا فندم، بنعمل لهم ندوات ومحاضرات وبنوديهم رحلات. التعاون مع إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور. بنتعاون طبعا، مجلس الاباء موجود عندي، وغير كده هو انا بيجي لي يعني ناس من بره من خارج المدرسه بيقدروا يعملوا عندي مساعدات وبيقدروا يقدموا حاجات ماديه وفي نفس الوقت كمان. انت اكتشفتي اسمعيني انت اكتشفتي كم موهبه من الولاد اللي عندك من خلال ممارستك لدورك كاخصائيه اجتماعيه؟ انا مش هجيب سيره اخصائي النفسي لان